وينتر بروكرز أكثر من 20 عاماً من الخبرة في الأسواق المالية. وينتر بروكرز شركة استثمارات أوروبية مرخصة بحسب قوانين الاتحاد الأوروبي للشركات المالية، وتقع في جمهورية قبرص التي تتميز بموقع جغرافي استراتيجي على ملتقى ثلاث قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا. وينتر بروكرز تقوم بمباشرة أعمالها من المقر الرئيسي للشركة وينتر بيزنس سنتر، والذي يقع في مدينة ليمسول الساحلية بجمهورية قبرص. افتتاح وينتر بيزنس سنتر يمثل فصلاً جديداً في تاريخ الشركة الذي يمتد لأكثر من 20 عاماً، حيث مكنها من مواصلة التطوير في الخدمات والسلع وتوسيع قاعدتها من العملاء. توظف وينتر بروكرز أكثر من 20 جنسية مختلفة على درجة عالية من التدريب والتأهيل لتقديم المساعدة والدعم للعملاء. استخدام أحدث تكنولوجيات في وينتر يلعب دوراً كبيراً في إيجاد أفضل بيئة عمل لموظفي الشركة، مما يمكنهم من تقديم أفضل وأسرع خدمة باتقان وجودة، بالإضافة إلى إنشاء علاقات مبنية على الثقة والاحترام مع كل عميل. بالإضافة إلى خدمة شخصية وعلى مدار 24 ساعة، تؤمن وينتر بروكرز لجميع عملائها من الأفراد أو المؤسسات مدخلاً إلى الأسواق المالية العالمية عبر منصة التداول وينتر MT4. تشمل الأدوات المالية المتاحة للتداول أزواج العملات والمعروفة بالفوركس، المعادن الثمينة، السلع والعقود مقابل الفروقات، العقود الآجلة OTC، النفط الخام ومؤشرات الأسهم الأمريكية مثل ناستك وداو جونز وS&P 500. تماشياً مع رؤية الإدارة لتزويد العملاء بأفضل الخدمات وإمكانيات المتاجرة الإلكترونية، تم تصميم وينتر بيزنس سنتر خصيصاً لاستيعاب واستخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الاتصالات والشبكات الإلكترونية وأنظمة الحماية والدعم لجميع أجهزة الشركة، بالإضافة إلى استخدام أحدث البرمجيات. إن تكنولوجيا الاتصالات المتطورة في وينتر وأنظمة تكنولوجيا المعلومات العصرية والحلول التقنية المتقدمة تؤمن تنفيذ عمليات المتاجرة في جميع الأوقات وفي كافة الظروف بسرعة ودقة متناهية. شركة وينتر بروكرز من أوائل الشركات المالية التي حصلت على رخصة من السايسك، الهيئة القبرصية للأوراق المالية والتداول، وهي أيضاً مجازة من قبل الـ FSA، سلطة الخدمات المالية في المملكة المتحدة، وتطبق تشريعات الاتحاد الأوروبي المعروفة بميفيد. تتم خدمة العملاء في وينتر بروكرز بواسطة فريق عمل متميز يتقن 12 لغة مختلفة. إن فهم الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بالعميل أمر ضروري وحاسم، حيث تلعب لغة الحوار دوراً مهماً في عملية التواصل. وينتر بروكرز تسعى دائماً لإقامة علاقات طويلة المدى مع عملائنا في جميع أنحاء العالم. إن التركيز على الاستمرار في تطوير السلع والخدمات قد جاء للوفاء بالاحتياجات المتزايدة للعملاء، مما مكن الشركة من كسب سمعة متميزة في الأسواق المالية العالمية. قوتنا تكمن في فريق عمل مؤهل وفي جهدنا المستمر نحو تقديم خدمة متميزة. ملتزمون دائماً بأن نكون عند حسن ظنكم. وينتر بروكرز.